بالبطاقة الشخصية فقط، خطوات فتح حساب عبر محفظة الهاتف المحمول لأصحاب المعاشات لتحويل وصرف المعاش عليه. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. مع تفاصيل الخبر، كشف المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي والمساعد لقطاع العمليات المصرفية خطوات استخدام محفظة الهاتف المحمول، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي أحمد موسى على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، محفظة الهاتف المحمول خدمة إلكترونية أطلقها البنك المركزي لتسهيل تعاملات المواطنين في حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن المحفظة عبارة عن حساب مصرفي يفتح مجانا عبر البطاقة الشخصية من خلال فرع شركة المحمول أو فرع البنك، وأوضح أن المحفظة البنكية تتيح إيداع وسحب أموال أو تحويل للأشخاص آخرين داخل مصر خلال ثواني معدودة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الأجازات، كما يتيح دفع فواتير الخدمات كالمياه والغاز. ولفت إلى أن عدد المشتركين في المحفظة البنكية وصل إلى 25 مليون شخص حتى الآن، مشددا على أهمية حفاظ المواطن على سرية بياناته الشخصية بصفة عامة، سواء البطاقة أو الرقم السري الخاص بأبليكيشن على الهاتف. وأوضح أن العام الماضي شهد ما يقرب من 1 مليار معاملة إلكترونية بإجمالي 3 تريليون جنيه، النصيب الأكبر مهما كان منها كان لمحفظة الهاتف المحمول، مشيرا إلى حدوث طفرة في المعاملات الإلكترونية منذ بداية أزمة كورونا. وعلى جانب آخر، أحالت نيابة الأموال العامة موظف ببنك شهير ووالدته إلى المحكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على الأموال بالملايين. جاء بالأمر الإحالة إلى المتهم بصفته موظف عام بأحد شركات المساهمة الخاضعة للرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، اختلس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأنه اختلس مبلغ مالي 35,000 جنيه مصري والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته لإتمام العمليات المصرفية، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه. وقد ارتبطت هذا الجريمة بجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك إنه في ذات الزمان والمكان استولى بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد البنك جهة عمله، بأنه استولى على مبلغ 5 مليون جنيه و41,000 دولار أمريكي ومبلغ 9,000 يورو، وكذلك حيل بأنه حصل على توقعات عدد من المجني عليهم على عدة إيصالات سحب نقدي ضمن أوراق أخرى، وزور توقعاته على إيصال سحب نقدي آخر وقدمها لجهة عمله وتمكن بموجبها من الاستيلاء عن المبالغ المذكورة.
إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ويمكنك تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لك على حسن المتابعة، ونتمنى لك يوما سعيدا. إلى اللقاء.